هاي ياخذوها على النبعه نسوها معهم ايام زمان ما كان في غسالة يغسلوا فيها الاواعي على النبعه، دقوا فيها مشان ينضف. هاي كمان بياخذوها كان على النبعه معهم يغسلوا فيها الصوف تبعت الغنم، وقت يسووا حرام يعني مشان يسووا دشك هيك يغسلوها يدقوا فيها نسوان يدقوا فيها على النبعه مشان ينضف. عندي مراق يعني هواية بجمع التراث منطقة عفرين، في منه تراث قسمين عندي، مثل قسم هدوات زراعية وقسم هدوات منزلية. الزراعية كان يشتغلوا قبل فيها حصاد هالشغلات، يعني مثل محل الحصاد هلا محل تراكتور، في شيء اسمه جرجر بولولون بربطه ورا الفدان يحصدوا فيها، وفي شغرة يعني بشيلوا كان فيها الحنطة ياخذوه على البيدر يطحنوه، مثلا طلعوا منه التبن لحاله الحنطة لحال. وفي بولولن اي خشبه مدوره، بولولن نص كيل بولولن هي كان زينوا فيها مثل ميزان، خشبه مدوره حطوا فيها مثلا كيلو كيلو نص بين يعني. وفي منهم كمان خشبه هي بطلعوا كان سمنه فيها اسمه نحن بولولن في شاكيديو، يخبطوا فيها يطلع سمنه لحاله. وادوات منزليه مثلا عندي معالق الخشب في من القديم هي اقدم شيء، وبعضه طلعوا نحاس بقولوا لنا يعني غراض صحون نحاس معالق نحاس. وفي مكواية عندي كمان على الفحم، بعده طلع مكواية على بابور كمان موجودة عندي. وفي لمبة كمان هي بقولوا له لمبة ألمان عشتغل على الكاس، وفي منه طلع بلول كمان ألمان بعدهم. هدول كمان قديمات كتيرة يعني، هدول الغراض قديمة. والزراعية كمان في البيدونات قديمة كان يحطوا على الفدان يجيبوا مي من نبعة أيام زمان، وفي قالب هي الشبك بحطوا كان على الفدان يحطوا فيها تنك، في تنكتين أول شيء طلع تنكتين، بعده كمان تطور شوي سوى أربع تنكات يجيبوا مي من نبعة. قديش لك تجمع أنت هاي المواد؟ هل أنا من تقريبا من 2008 يعني آخر 2007 بلشت فيه، جمعت يعني عمرت هالبيت، وبيت قسم سويته منه قسم يعني مثل متحف. ويعني ميتي كمان يعني بحلم يعني يفتح لي متحف كبير هيك جمع فيها الغراض، لانه غراض عندي صاروا كتير ما شاء الله شيء 1300 قطعه، يعني في قطع حجري في خشب يعني في نحاس في مشكل، في يعني كله قديمات يعني، يعني في منهم عمره 150 سنه في 200 سنه هيك على حكي العالم بيقولوا لنا، يعني هذول عندي قديم يعني حلمي يعني يفتح لي متحف هيك صغير نجمع فيها الغراض. والأكثر شيء يعني مجمع الأغراض مشان تراث منطقة عفرين ما يضيع، هاي أهم شيء عندي، ومشان أولادي يكبروا وفرجوا عليهم والجيل بعدنا يشوف شلون كان يشتغلوا أجدادهم أبوي كان شلون يشتغل، هذا هو أكثر شيء هدفنا منه. شو المشاكل والصعوبات اللي بتواجهك أنت أثناء جمع هاي القطع؟ والله في مشاكل صعوبات يعني مو عادي، يعني في منهم نطلب منهم ما بيعطونا، مثلا في عنده غراض بكون زيتها هيك برا يعني شمس، وفي منهم يعني بيعطونا بجملة يا لحالهم هدية بيعطونا بلو جمع هيك حطوا مع أغراضك، وتقريبا نصهم كمان اشتريته الشري يعني في منهم عم نشتريهم، وحسب في منهم أصحابنا بيجوا لعنا بشوف هيك متحف هيك فاتحين متحف صغير بيجيبوا لنا أغراض معهم، مثلا بقول هالأغراض لأبوي هذا بقول لجدي يعني حطوا مع أغراضك، يعني الله يعطيه العافية عالم كتير بيجيبوا لنا أغراض. وفي منهم لبيت جدي يعني أكتريتهم بيت جدي، أغراض بيت جدي جبتهم أنا، بيت جدي بيت أبوي جبتهم. هاي اسمها رحل كانت يطحنوا فيها قبل العدس الفريكه البرغل الحنطه يعني يسووا طحين، هاي ايام زمان هاي ايام ستي كان يشتغل فيها عليها هاي لبيت جدي، يعني هاي ستي يشتغل فيها كان يشتغلوا فيها 6-7 ساعات كل يوم، يا هلا ما حدا بيشتغل هل نحن بنشتغل هاي احسن دور هاي. وكمان هلا في عندي جنينه مسوي هون بالبيت، هاي القسم هون جنينه، والجنينه كمان سويت تصميم قديم بحره هيك مثل بيوت الشاميه قديمه بيوت المنطقه قديمه، يعني هاي في فرن هون كمان وتنور ومحل الشوايه ومحل الاكل هيك على الطبخ على النار، ايام زمان يعني شلون كان يشتغل الحمص هيك عم يتصرف فيه، يعني واحد هيك برتاح بذكرنا يعني بذكرنا شيء 100 سنه لورا، يعني شلون كان يشتغلوا فيها اجيادنا، ستي شلون كان يشتغل، ستي شلون يشتغل، يعني كله هيك مسوي انا، يعني خلينا نتعز يعني نحس بعذابهم شوي. طبعا هلا صار مثلهم عم يعيش كمان هلا بهالوقت،
بس مو مثل هنيك، هنيك ايام الزمان كانوا مرتاحين، ساعات كانوا يتعبوا بس بالليل كانوا يرتاحوا. الشغل كله كان على النار مثلا، الشغل كله طبيعي كان. هلا نحن والحمد لله سويت هاي الشغله عندي بالبيت مثلهم، يعني كله تقريبا الشغل القديم سويته عندي بالبيت، مثل يعني بدك تقول يعني من 100 سنه شلون اشتغلوا هيك عم سوي انا كمان.